نغتسل ب ذكرى او نوفمبر ذكرى عزيزه على كل جزائريين. اليوم متواجدين في منزل الشيخ المجاهد، احد يعني المجاهدين المعروفين هنا في المنطقه وعلى المستوى الوطني، المجاهد سعيد اسطنبولي ورفيق شهيد المقصل احمد صابانا. من الواجب تاعنا بهذه الذكرى العزيزه باش نذكروا هذو الناس اللي خدموا هذا الوطن. انا نقولها صراحه، بهم رانا عايشين، هذا الوطن هذو الناس بهم رانا عايشين، بهم تعلمنا معنى حب الوطن، بهم يعني هذه البلاد. ونشكركم الحاج واديتم من الواجب تاعكم، وربي يحفظكم، ربي يطول من عمركم ان شاء الله. واليوم الواجب تاعنا باش هنا نجو والحاج ونكرموك بهذه الميداليه، ميداليه الاستحقاق من طرف جمعيه راديوز يعني، والناس كاع المحبين هنا هادوها لك بويا. جزاك الله خير، ربي يطول من عمرك ان شاء الله. وكذلك هذا المصحف يهدي لك سي محمد حنصال الحاكم الدولي. تفضل سي الرجل المحترم والرجل المجاهد، هذا كلام الله سبحان الله. كلام الله حاج. وبالمناسبه هذه كونوا مسطورين ان شاء الله. بالمناسبه جبنا لك هذه الذكرى عزيزه على كل الجزائريين وعلى الشهداء تاعنا اللي يرحم رب اللي توفى وربي يرحمهم، اليوم عايشين كيما انت، ربي يطول من عمرك. هو نداء، نداء اول نوفمبر، هذا هو النداء. اليوم جبنا باش نهدوه له اول نوفمبر. نداء اول نوفمبر. وهذه يعني الصوره تاع عم سعيد المجاهد ربي يطول من عمره. وكذلك هذه الشهاده محمد، هذه الشهاده اللي نادت على وزاره المجاهدين. كل اعتزاز انا نستقبلكم من زرتوني اليوم. اليوم مناسب لي عيطت ذكرى انفجار الثوره المباركه، وذكرى الانتخاب لتصحيح الدستور، وذكرى تاع الاسبوع تاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كما زرتوني في هذا اليوم كرمتوني، كرمكم ربي ان شاء الله. امين يا رب العالمين. هذا واجب الحاج، هذا واجب. تزوروا ان شاء الله مكه والمدينه. امين يا رب العالمين. تزوروا مكه والمدينه. كان عندي سي ابي داجيستور، درت ثلاث سنين في بركينتا، وزدت عام تاع فورماسيون ديف، ديت الكترونيكانيسيان، وكنت نخدم في لاكادو مع سي حميده. سي حميده كان سودر. نخدمو في لاكادو. سي حميده كان منفي، خاطرش نحكم في الهجوم تاع المركز البريدي في اخر 49، وفي في مي 50 شرعوا له، قلبوا له ثلاث سنين حس، ثلاث سنين نفيان، وثلاث سنين متجرد من حقوقه المدنيه، بريفاسيون دو دروا سيفيك. مسكين الله يرحمه، هو كان يسكن في اسطنبولي بن عيسى سيدي بن جديد. ماه وراجل ماه وخوته، باقي خوته وخواتاته كانوا ثمانيه، باقي الحاج عبد القادر. انا وياه لو فان دو هو كان جا جليل هنا، ومن يجي خطرة يكون الريح ولا النو ولا يدخل السينما في الليل ولا يبات عندي، وانا كنت نسكن حدو قايد بالذات. يبات عندي خاطر عندي باب على برا، ما ندخلش من الجوارين ولا يدخل من برا. ايوا الصباح يروح للخدم تاعو ولا عند اختاه، ولا كان يجي عند اختاه جنين شهور يقول لها. اللي نتفكرها مليح مليح سي حميده، مالك من سامع ما تشوفه تنسى التعب، تنسى الخوف، تنسى كل شيء، غير تشوف فيها هكذا يعطيك الشجاعة، يعطيك يستشعر. وانا كنت صغير، كنت ما كملش 21 عام، وتزوجت مولا 17 عام، انا نقرا، كانت عندي بنت. يعني ماشي روحنا للثورة بان نملكو دراهم، ولا انا كنت بلاصتي وغي انا عند بويا، وبويا فلاح ما خصني والو، والجماعة ثاني ما خصهم والو، كانوا خدامة وكلشي. طيب الوطن. حنا وهبنا نفوسنا وعمارنا وملاكنا لله والوطن.
احنا كنا في ورن، كنا خاطر ما شرعناش معاه. كاين دو جروب، واحد تاع الشريط تاع الشريف تنسامي لازولي تشوف الطاكسي، وتاع السي حميده ما عادش معاه توعنا سته هو سبعه. قلت له الكارت بوليسي تاع لاماردو. نعم. الوغ هما فاتو كور داسيس ذاك الوقت، ما كانش ليطا ديال شونس، مازال ما دارش تريبينال ميليتير. فاتو الاولى 55 كور داسيس. حنا اربعه ولا خمسه، انا وفي جي مصطفى صايم سماعين، بدا مانيش عاقل عليهم صراحه. ما حضرنا لا فيدي لا فيدي. هما شرعوا لهم وحدهم. ايوا حنايا هو من شرعوا له كان في السركاجي، والجماعه اللي معاه السته كانوا في الحراش. وحنا هذو اللي فوتونا كوريكسيونال، فوتونا 81 واحد هنا في ورن. كاينه جريده هذاك الوقت لي كودورون ولا ريبوبليكا، دار 80 تيروريست اونتيتي جي جي. دايرين دي جروب، ما تموش انت جروب نسي بالعباس، بالعباس والتلمسان. كان دي 80 هو فتنا كوريكسيونال، هما فاتوا. هو هو شرعوا له، شرعوا له في هنايا الاولى، شرعوا له هنا بعتها الشرع الاحمر كل الشرع الاحمر. هذا كوريكسيونال ما يعطيش اكثر من 10 سنين، بلافون 10 سنين. والكور داسيس من 20 عام بابات طول العمر الموت. حكموا عليه في المحصلة كيف تلقيتو؟ احنا دخلوا لنا الكارديانات، كانوا الكارديانات محبين للثورة. كان عرض ثاني، دخلوا لنا الخبر، قالوا لنا بلي سي حميدة راهم قتلوا لها راسه، الله يرحمه ويرحمه. الله يرحمه ويرحم الجميع. البارح الغدا كان عندنا خبر في الحبس. قررنا احنا بيناتنا هذاك اليوم كان يستخلينا هذاك اليوم نصومو، كنا نصومو هذاك اليوم، نصومو نتضرعو لله ونرحمو على الشهداء والشعب. الله يقوي ايمانه. امين. الله يقوي ايمانه ويتحدوا. امين. يتحدوا. حنا درنا ثوره وطلعنا للجبل، كنا ناكلوا ثلاث حبات تمر يابسين في النهار، ليله ونهار عايشين بثلاث حبات تمر وقانعين ونجاهدوا. نطلب من ولادنا اليوم، راه ما كانش اللي راه ميت بشر، حاشا لله، بلادنا تاع خير، يقووا ايمانهم ويصبروا ونطلبوا ربي الفراج. هذا هو الجهاد تاعك. ويطول في عمرك الحاج. الله يسترك، الله يحفظك، الله يسترك.